صباح الخير، مش عارف تسمعيني ولا لأ، بس دي تكبيرات صلاة العيد. ده أول صلاة عيد ليا في الجزائر. العيد في الجزائر ده تاني عيد ليا، بس السنة اللي فاتت كان في كورونا وكان في حجر ومكانش فيه لا طلوع ولا خروج ولا أي حاجة فاتحة، فتقريبا لا حسينا لا برمضان ولا بالعيد. لكن السنة دي قضينا رمضان عادي، هو مش زي مصر ومش زي أجواء مصر والحياة بتاعت مصر، بس بالنسبة للجزائر هو عادي طبيعي. وداخل علينا العيد طبعا زي أسرة مصرية أصيلة، بدأنا نحضر العيد، نعمل الكعك بالعجوة وبالملبن ونعمل غريبة ونعمل بسكوت وكده. يعني شيكو، أول صلاة عيد ليك في الجزائر دي؟ طبعا شربت الشاي بلبن وكلت الكعك. طبعا لما شربت الشاي بلبن وكلت الكعك بعد الصلاة ما تحسش كده بالعيد، كده والروح بتاعت العيد. تحس ان الكوباية دي فيها الشاي بلبن بعد العيد، بعد صلاة العيد ده في حاجة مختلفة، مش عارف ايه طعمها بيبقى مختلف ليه يعني. بس انا زهقان وكالعادة نزلت، ان انا كده كده مش هينفع اقضي العيد في البيت، ما مش متعود. انا متعود العيد ننزل نخرج نتفسح بتاع، فقلت انزل اشوف الدنيا ماشية ازاي، مش عارف اروح فين. بس غالبا يعني سكتي بتقول لي ايه، انزل على الجي سونت شوف الدنيا في وسط البلد عاملة ازاي في العيد. يلا بينا. تمام، زي ما شفنا مفيش اي حاجة فاتحة، حاجات كلها مقفولة تقريبا. في شوية ناس بتتمشى في الشارع، بس مش ده الجو اللي انا متعود عليه. احنا عندنا العيد حاجة تانية، زحمة بقى والسينمات والدنيا والكافيهات والمطاعم، الناس اللي خارجة والعيال. ما لقيتش حاجة، بس هتمشى شوية اتفرج شوية على وسط البلد. ملقتش حاجة أعملها، فهروح أقعد مع واحد صاحبي شوية نتسلى مع بعض، نضيع شوية وقت، لأن المشي لوحدك زهق شوية وكده كده المحلات كلها مقفولة. Thank you.
وكان العيد مش زي مصر خالص. اول يوم العيد ما فيش حاجه مفتوحه تقريبا، هي الناس اساسا اول يوم العيد بيقعدوا في البيت يا اما بيزوروا قرايبهم، وحتى بيت ايام العيد ما فيش محلات مفتوحه كتير، يعني مش كلهم بيبقوا مفتوحين. والمواصلات اول يوم العيد ما كانش فيه غير الترامواي والاتوبيس بتاع الدوله اللي هو هنا اسمه ايتوزا، وحتى بيت ايام العيد ما كانش قليله جدا الاتوبيسات، يعني المواصلات كلها كانت قليله جدا، ما كانش فيه حاجات كتير. برضه في العيد بيعملوا حلويات بس مش زي بتاعتنا في مصر بالظبط، حتى اسمها هتبقى ايه غريبه شويه، يعني مثلا زي عندهم شارك العريان، شارك المسكر، سكران طحم الدروج. بيعملوا ايه تاني؟ بيعملوا غريبه بس مش زي بتاعتنا، يعني هي نفس الغريبه بس بينطقوها باسم مختلف شويه. وايه تاني؟ بيعملوا بسكوتات، بس بسكوتات تبقى مختلفه، يعني مش كلها زي بعض ومش كلها زي بتاعتنا. بس لو حابين تعرفوا اكتر عن الحاجات بتاعتهم واوريها لكم واعمل لكم فيديو عنها، قولي في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتقولوا رايكم في الكومنتات تحت، واستنوني في فيديوهات جايه كتير. سلام عليكم.